مصر عبد الناصر، مصر التحرر، مصر التي احتضنت كل حركات التحرر في العالم، ودرس الجزائر وأفريقيا وآسيا وعدم الانحياز شاهد على أن مصر التحرر، وأن ما حدث بين 25 يناير و 30 يونيو هو معنى ودرس أن حينما أفشلنا المخطط القائل أن مصر إسقاط مصر يعني إسقاط الأمة العربية، ولكن شعب مصر الذي خرج بسابقة غير مسبوقة 33 مليون مصري يتظاهرون ليسقطوا سلطة فاشية دينية عميلة كانوا يكبرون في ربعة، حينما يعلن كبيرهما على المنصة أن هناك قطع بحرية أمريكية تقترب من الإسكندرية، هؤلاء عملاء لا يجري الدم المصري في عروقهم. ونقول أن الذين يدعون أنهم أنصار بيت المقدس وأصابهم العمى البصير والبصر وأداروا أسلحتهم إلى الجيش المصري الذي لم تتلوث يداه في أي فترة زمنية بدماء الشعب الفلسطيني، نقول لهم أن بيت المقدس بريء منكم، وأنتم ليسوا أنصار بيت المقدس بل أنتم أعداء بيت المقدس وأعداء فلسطين ورابطة الدم والتاريخ والجغرافيا بين شعب مصر وشعب فلسطين، هم أشقاء لا يفرق بينهم أحد، لا حاقد ولا متآمر، وإلى النصر بمشيئة الله لشعبينا شعب فلسطين وشعب مصر إلى أن نسقط هذه المؤامرة. وإذا كان قدر أهلنا وأحبائنا في فلسطين أن يكونوا في المقدمة ليدفعون الضريبة عن هذه الأمة، فنقول لكل أم فلسطينية ولكل ابنة ولكل أب ولكل شاب فلسطيني ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، أناديكم وأشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.